back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم نهار جديد، فيديو جديد في القناة ديالي. فريمون بقيت كنلوح حتى شي حاجة والله. الا الخوت سافرت والعائلة وجري من هنا جري من ليها، وصهد الحرارة اي اون بليس. الخوت كما قلت لكم في واحد الفيديو سميتو الويفي، جبت انوي، قلت عنها قلت انها غادي تخدم ليا هنايا في النواحي ازيلال. ايوا صراحه الخوت صدمت في الاخر، ما خدمش ليا الويفي نهائيا، وحتى التعبئه كندير تعبئه نهائيا ما كتخدمش ليا نهائيا، لا انوي لا ميديتيل لا اتصالات، حتى شي شركه ما خدمت ليا. صافي ما لقيت ما ندير صراحه. جلست فوزت مع العائله، جلست معهم دابا 22 يوم. ايوا هادشي اللي كان خوت صراحه، فوجنا خرجنا. المهم غادي نحط لكم الفيديو، او كيما قلت لكم اخوت هانتوما معايا، كملوا معايا اليوم لكم. كيما قلت لكم واخيرا دوزنا 22 يوم وحنايا غادي المدينه الطرفايه. بقاو معايا حتى الاخر. دابا الخوت حنايا في مدينه قلعة السراغنة. يلا وصلنا قلعة السراغنة، رحلة من أزيلال حتى قلعة السراغنة، غادي إن شاء الله للصحراء المغربية. وشوفوا أختكم صراحة مصيفة، الحرارة وشوفوا البرونزيت ما بقات يمي حتى بصراحة. المهم الخوت حنايا غاديين كما قلت لكم إن شاء الله يا ربي لدين طرفة، يلا يوصلنا على خير وبخير. دابا الخوت الربعة ديال العشية، أيوا حنايا غاديين إن شاء الله. المهم في امان الله، دايرين ورقتنا مقدين حالنا ودايرين الورقه. المهم ان شاء الله يا ربي هانتوما معايا، ابقوا معايا ما تزهقوش وما تمشيو فين.